مريح بدالي مريح متغش عليك اليوم. لا عليه يظل لي جيست تكنيك دريب المشيت كاوي يظل لي مريح تورست فيه مع المنتخب الأولمبي مزيل صغير وباهي سابو أريفي يعني كيما أنا دريبلت ونجم هو يدريبلني كاوي يعني جيست تكنيك ونجحت كاوي. ممكن مقابلة فيها خصخافوا منها برشا جولات تراجي خاطر نحس فيها على وجوه جولات خارجة كل تو برشا راحة معناتها. ليه مش تعرف الاسبيرونس ليكيبا باتر في تونس هذول الناس كل يحضرونا أكثر من لي زيكيب الآخرين. عملنا عثرة خايبة في سوسة من بعد المقابلة كي طلعنا في الكار مروحين لتونس فهمنا الولاد الكل اللي باش يكونوا في المستوى نعرف عليه خسرنا مقابلة ليتوال فما أسباب معينة كاو حطينا اليد في اليد وركزنا كانت الدوغري دو كونسنتراسيون عالية برشا في الوتيل يعني كنا الكل يد واحدة وما نحبش نقول كبرنا المقابلة تصفيق صعب الروية احنا ما عرفنا حبينا ندخل المقابلة ونعرفوا اللي ما يلزمناش حتى غلطة تصير ما يلزمناش كونسنتري جوسكو بو كاو يظل الحمد لله جينا رينا كي ركزنا الكل ولعبنا اللعب نتاعنا يظل لي جاي الانتصار وبالاداء وبالنتيجة. ايه باليوم كل انتصار للتراجي مع برشا حديث على الاربيتر ما تراش هذيا معناتها ولات ما تخدمش مصلحة التراجي يحكيوا برشا على الاربيتر تروح لي بعد ولا التراجي يرخم معاك شويه مشاكل مع الاربيتراج ولا الاربيتر وانا عمري ما حكيت على الاربيتر اما الاربيتر ينجم يغلط ينجم يكون معاك تما مقابله نجم السياح اللي يظل ما كانش معانا اليوم حبينا على حاجه اليوم بار اكزومبل الدوزيام فوت الدوزيام كارتون تاع السي اس اس نعرف الناس دخلت على الاربيتر لوغ الجوار عنده كارتون ويمشي يعمل فوت كيك زيدة يعني يعرف روحه بشيخ ورقة صفرة وبعد يناقشوا فيها بظاهرة يعني ورقة صفرة تستحق ومخالفة يعني الاربيتر نحبش نحط كل شيء على الاربيتر اما راهو الاربيتر داخل في اللعبة وكيما يعطيك اليوم لازم يزفر ضدك غدوة وكاو الفوفي غافيك وكاو.